احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، في فيديو سابق شرحنا لكم عمليا كيفيه الوضوء. اليوم في دقائق معدوده او معدودات نتحدث عن مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء. يعني الانسان توضا وضوءا سابغا كاملا اصبغ وضوءا، ما هي مبطلاته؟ اول شيء خروج شيء من احد السبيلين، اعزكم الله، اما بول او اعزكم الله غائط او مني بالاحتلام او بغيره. هذا المني هذا ينقض الوضوء ويجب الاغتسال، تعيد الاغتسال، سواء الشباب الذي يحتلم او كده ده يوجب الغسل، لكن نتكلم عن نواقض الوضوء. اما المزي والودي وهو شيء سائل رقيق يخرج عند التفكير كده، فده يعني ينقض الوضوء فقط والانسان يتوضا فيه، ولكن يجب ان يغير او يغسل ثوبه الذي وقع لهذا الامر. بالنسبه برضو لانه لا حياء في العلم، مش لا حياء في الدين، لا، الدين كل الاسلام كله حياء، وخلق الاسلام الحياء، فلا حياء في العلم. عزكم الله، لا تبنى الاحكام على الشك، يقول والله انا شكيت ان الشيء خرج مني ريح او غيره. لا، شوف قال ابو هريره: اما ان تسمع صوتا او ان تشم ريحا، ودي ما فيهاش حرج يعني، عشان تبقى الامور منضبطه يعني. هذا امر. في ناس اللي هم عندهم، ربنا يشفي كل مريض، عندهم سلس بول اللي كبر سن او يعني لمرض معين، ربنا يشفي الجميع، عنده سلس بول يعني لا يستطيع ان يمسك بوله مده الصلاه كلها، فده يتوضا لكل صلاه، حتى لو تقاطرت بعض من قطرات اعزكم الله من بول يكمل صلاته، لان ده اسمه صلاه المعذور. اللي عنده استطلاق ريح دايما، عنده بطنه فيها ريح نتيجه مرض معين، ربنا يشفي كل مريض. الناس الان اصبحت الامراض منتشره. اما ان تحبس بولك وتبقى حابس له ومسك نفسك بالعافيه في الصلاه، والقراءه مش متانيه، والركوع مش مطمئن، والسجود مش مطمئن، لا، اخرج او يعني لا تكمل هذا، واذهب الى عزك الله دوره المياه واخذ حاجتك، وتعالى الى بعد الوضوء صلي صلاه مطمئن، صلاه مستريح. هذا امر. الامر الثاني، في بعض من نسائنا عندهم ربنا يشفي، عندهم عزكم الله، قد يكون هناك نزيف مستمر، كما قالت فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأة استحاض فلا أطهر أبدا، أفأدع صلاتي؟ قال: يا فاطمة، توضئي لكل صلاة وصلي ولو قطر الدم على الحصير، بعد أن تتحفظ يعني وكده. فبالتالي هذه الأمور بفضل الله عز وجل يعني مجمل نواقض الوضوء. طبعا عند الأحناف إذا قهقه المصلي بطلت صلاته ووضوءه، فيعني برضو دي من ضمن الأمانة العلمية وإن لم يجمع عليها الفقهاء. يعني بهذا أجملنا. أيضا نضيف موضوع الملامسة بين الرجل والمرأة، يعني واحد صافح زميلته، وده ممنوع طبعا، لا يجوز أن تصافح زميلتك، لأن هو الأستاذ مصطفى الصبح بيسلم على الأستاذ ناني زميلته في المكتب كل يوم باليد، وفي دول وشعوب يا يعني كمان تسلم وتقبل كمان باب الود يعني، وهذا ود غير مستحب، لا، ممنوع، هذا مش ود، هذه عداوة. المهم يعني، فالملامسة ممنوع المصافحة أولا، خلاص. والإمام مالك يعني والمالكية حسموا القضية في دي، قال: قصد ووجد، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، لم يقصد ولم يجد. يعني ايه؟ يعني قصد في ذهنه ان الرجل تلامسي، فعايز يقصد لذة معينة في السلام ووجدها، دي تنقض وضوءه. لم يقصد ولكن فجأة وجد شيء في احساسه، تنقض الوضوء. لم يقصد ووجد. طيب قصد ولم يجد، هو قصد وبيسلم عليها اللي زوجها ولا اخوها ولا ابوها واقف جنبها، فحصلته رهبه داخليه مش من الله للاسف، لا، من الزبون اللي كان جنبها ده، فما حصلش شيء. برضه الاعمال بالنيات ينقض وضوءه. لم يقصد ولم يجد، لا قصد ولا وجد،
لا شيء فيها ولا يعيد الوضوء، ولكن في المجمل ممنوع أن تصافح، لأن مش معقول أن أنت كل واحدة تصافحها أن عقد لك عليها عبد الله بن الزبير وابن عباس وحضر شاهدا عبد الرحمن بن عوف. لا طبعا هذا كلام تهريج. فالملامسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان الرسول يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة، وكانت تعلق وتقول وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم المصافحة لا تجوز بين الرجل والمرأة، عشان ما ناخدش من الفيديو اللي يعجبنا وننسى موضوع الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولنا في موضوع الوضوء أيضا وقفات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.